يستمر التصعيد العسكري على ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي من قبل الطائرات الحربية الروسية، ترافقها مدفعية النظام وراجمات الصواريخ. صباح اليوم استهدفت الطائرات الحربية الروسية منطقة تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي بعدة غارات جوية. تلا هذا القصف قصف مدفعي وصاروخي استهدف قرى الشحرورة وعين عيسى في ريف اللاذقية الشمالي. أما في ريف إدلب الجنوبي استهدفت الطائرات الحربية الروسية محيط النقطة التركية في قرية البارة بعدة غارات صاروخية. أما في قرية أحسم وقرية كنصفرة أيضا تعرضتا لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية الروسية، كذلك قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام المتواجدة في المنطقة الجنوبية في جبل الزاوية. استهدفت عدة قرى في جبل الزاوية منها كنصفرة والبارة وأحسم. هذا القصف الجوي والمدفعي والصاروخي ترافق مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع الروسية والإيرانية في أجواء ريف إدلب الجنوبي والغربي.